أصقوصة أصقي دنيتنا حلوة وفيها أصقي مليانة حب لعب وتغيير، دنيتنا حلوة وفيها أصقي مليانة حب لعب وتغيير. أصقوصة أصقي نرسم رسمة اسمع قصة نضحك ضحكة مفيش تنغيص، نرسم رسمة اسمع قصة نضحك ضحكة مفيش تنغيص. دنيتنا حلوة وفيها أصقي مليانة حب لعب وتغيير، دنيتنا حلوة وفيها أصقي مليانة حب لعب وتغيير، مليانة حب لعب وتغيير. السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ ازيك يا زيكو؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك انت يا منى؟ الحمد لله. جاهز عشان نبدا حلقه مليانه بالقصص الجميله؟ جاهز يا منى، بس قبل ما نبدا عاوز اقول لك حاجه هتفرحك خالص. قولي يا زيكو. مش هقول لك، خمني انت. قولي بس يا زيكو. لا لا، خمني انت. قولي يا زيكو. لا خمني انت. خلاص مش عايزه. خلاص خلاص هقول لك يا منى، ما تزعليش. فاكره الهديه اللي بابا وعدني انه هيجيبها لي لو حفظت سورة الملك كلها؟ او سورة المكتب اللي كان نفسك فيها؟ امبارح بقى سمعت سورة الملك كلها لبابا، فخدني وروحنا اشتريناها. الف مبروك يا زيكو، مبروك عشان حفظت سورة الملك، مبروك عشان الهدية اللي كان نفسك فيها. الله يبارك فيك يا منى، عقبالك وعقبال كل اصحابنا نحفظ القرآن وربنا يحبنا وماما وبابا يفرحوا بينا. دنيتنا حلوة وفيها أصقيل مليانة حب لعب وتغيير، مليانة حب لعب وتغيير. ولما تكون ماما مش موجودة وأخوك جعان يبقى لازم تتصرف. الجوع ممكن يخليك تاكل أي حاجة حتى لو كانت رجل أخوك، ولو أخوك عاوز البزازة بتاعتك يا ترى هتسلم وتديها له ولا لأ؟ دنيتنا حلوة وفيها أصقيل مليانة حب لعب وتغيير. أنا بحب قصقصة بيبي تيم دي قوي، دايما بتضحكني. مالك يا زيكو، هي القصقصة ما عجبتكش ولا إيه؟ لأ حلوة يا منى، بس بس إيه يا زيكو؟ ماما اتصلت بيا وقالت لي خبر وحش قوي. خير؟ في إيه؟ الهدية اللي بابا جابها لي امبارح وقعت واتكسرت يا منى. لا حول ولا قوة إلا بالله، اتكسرت ازاي بس؟ اصلي كنت حطيتها على حرف المكتب، فاخويا الصغير خبط في المكتب قامت وقعت واتكسرت. واخوك حصل له حاجة؟ لا لا الحمد لله. طيب الحمد لله. بس الهدية اللي بابا جابها لي اتكسرت يا منى، زيكو زعلان قوي. معلش يا زيكو، يا ريت اقدر اعمل لك حاجة تساعدك يا زيكو. ايه ده صندوق قصايص فصل يا زيكو؟ يا ترى هنشوف قصايص ايه دلوقتي؟ دنيتنا حلوة وفيها أصقيل مليانة حب لعب وتغيير، مليانة حب لعب وتغيير. محتاج أباجورة مكتب تساعدك وقت المذاكرة؟ هات مسدس شمع لازق، مقص، بكرة ورق فويل فاضية، كتر، فرع لمبات صغيرة، علبة تونة فاضية، ورق بني، ألوان رش، وإزازة مياه غازية فاضية لونها أخضر. أول حاجة نرش علبة التونة باللون اللي نحبه ونسيبها تنشف. نغلف بكرة الفايل بالورق البني بالشكل ده. نقصقص مثلثات بني صغيرة بمساعدة حد كبير ونثبتها حوالين الرول البني ونرفع طرفهم بحيث يبقوا بارزين بالطريقة دي. دلوقتي جه دور إزازة المياه الغازية، لازم حد كبير يساعدنا ويقسمها لنا بالكتر بالشكل ده. ناخد الجزء العلوي ونطلب مساعدة حد كبير فقصها بالطريقة دي. نطوي طرفها للخارج بالشكل ده. يلا نثبتها في البكرة البني اللي عملناها، بقت شبه النخلة الجميلة. نجيب فرع اللمبات ونلفه حوالين فرع النخلة بتاعتنا بالطريقة دي. ودلوقتي بمنتهى الحرص
نوصل الفيشة بمصدر الكهرباء. واو، بقى عندنا أباجورة تحفة. بيتنا حلوة وفيها قصائد مليانة حب لا بيوتغيب. زيكو زيكو. أيوة يا منة. أنا عاملة لكم مفاجأة. إيه هي يا منة؟ أباجورة بدل كسرت. الله، دي جميلة خالص يا منة. يعني عجبتك يا زيكو؟ طبعا، زيكو مبسوط. ربنا يسعدك يا منة. ويسعدك أنت كمان يا زيكو. بيتنا حلوة وفيها قصائد مليانة حب لا بيوتغيب. زيكو مبسوط، زيكو فرحان، زيكو مبسوط، زيكو فرحان. ايه انت عم ده يا زيكو؟ بغني ومبسوط وفرحان يا منة علشان الأباجورة الجميلة اللي علمتيها. ربنا يفرحك يا زيكو، بس ده مش قصدي. امال قصدك ايه يا منة؟ هي الأباجورة اللي بابا جابها لك اتكسرت ليه؟ علشان انا حطيتها على حرف المكتب. والحمد لله ربنا ستر ومحدش اتعور، وعرفنا نعمل أباجورة تانية. صح يا زيكو؟ صح يا منة. نكرر نفس الغلط تاني، حط الأباجورة التانية على نفس على حرف المكتب. ايه ده، تصدقي فعلا حطيتها برضو على حرف المكتب. بس ما تقلقيش يا منة، ان شاء الله ربنا هيستر ومش هتتكسر ولا حاجة. يا سلام، بقى ده كلام يا اصحابي؟ نكرر نفس الغلط تاني ونقول ان شاء الله ربنا هيستر. يا منة بقى ما تكبريش الموضوع. انا ما بكبرش الموضوع يا زيكو، بس المسلم الكويس عمره ما يكرر الغلط مرتين. ايه ده، صندوق القصائص وصل يا زيكو. ركز بقى في القصة اللي جايه دي عشان تفهم قصدي ايه. بيتنا حلوه وفيها قصائد مليانه حب لا بيوتغيب، مليانه حب لا بيوتغيب. الغابه واسعه فيها من كل شيء خبر، قصص ممتعه نتعلم منها، والقرد يجمع طعاما يكفيه طوال الشهر. ايديا نملت، معلش يا ايديا، هانت وهنريح في البيت، بس الحمد لله جمعت شوال موز كبير عشان ابقى فاضي طول الشهر لشغلي. هو البيت قرب ولا لسه؟ اهلا اهلا بحبيبي. يا عيني شكلك تعبان قوي وهفتان. لا ومحتاج مساعدتي كمان. شوال الموز تعبني ووجع ايدي، ولسه فاضل كتير على البيت. بقى ده كلام، ده كلام تقوله في وشي كمان؟ معقولة بقى انا موجود واسيبك كده؟ لازم اساعدك واوصل لك الشوال لحد البيت. انت طيوب قوي يا تعلب، مش زي ما بنسمع عنك. معلش هتعبك معايا، نردها لك في الافراح بقى. هات الشوال، هات عنك، وبلاش يعني كلام يحرجني. هات كده وضحكت عليك، وهاخد الشوال ليا، وهاكل النهارده موز، هاكل النهارده موز. روح اجمع لك شوال غيره. ايه، مش هسيبك، امسك حرامي، امسك حرامي. اه يا دراعي، معلش يا دراعي، وجعتك امبارح وكمان النهارده. الحمد لله. اهلا اهلا بحبيبي. يا عيني شكلك تعبان وهفتان برضو، ومحتاج مساعدتي كمان برضو. هقاو، فاكرني مش بتعلم من غلطي وهثق تاني فيك؟ امسك حرامي، امسك حرامي. القرد ذكي ويتعلم سريعا ولا يكرر خطأ، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أي أن المؤمن لا يكرر نفس خطأه في نفس الشيء، أي أن المؤمن لا يكرر خطأه في نفس الشيء. بيتنا حلوة وفيها قصائد مليانة حب لا بيوتغيب. شفت يا زيكو ازاي القرد كان ذكي ومكررش نفس الغلط مرتين؟ ايوه يا منة، عشان لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. يعني مينفعش نحط الأباجورة تاني على حرف المكتب ونقول ان شاء الله ربنا هيستر. ايوه، ما انا عدلتها اهو يا منة. برافو عليك يا زيكو، وانتوا كمان يا اصحابي اكيد مسلمين كويسين ومتكررش الغلط مرتين. بيتنا حلوة وفيها قصائد مليانة حب لا بيوتغيب.
الحلقة خلصت بسرعة قوي، بس كانت حلقة جميلة، شفنا فيها قصص كتيرة ومفيدة. زيكو كان في بداية الحلقة فرحان علشان حفظ سورة الملك كلها، وبابا جاب له الأباجورة المكتب اللي كان نفسه فيها، واتفرجنا مع بعض على بيبيتيوب. وبعدين زيكو كان زعلان عشان مراته اتصلت بيه وقالت له ان الأباجورة بتاعته وقعت اتكسرت. وفي قصة ولزق شفنا ازاي نعمل أباجورة مكتب جميلة، وانا عملت لزيكو أباجورة بدل اتكسرت، وكنت فرحان بيها خالص خالص خالص. بس زيكو جر الغلط تاني وحطها برضو على حرف المكتب. وشفنا مع بعض في حكايات الغابة القرد الذكي اللي ما بيكررش نفس الغلط مرتين، وعرفنا ان المسلم الكويس عمره ما يكرر الغلط مرتين. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. نشوفكم في حلقة جديدة من برنامجنا قصائص. مع السلامة. دنيتنا حلوة وفيها قصائد مليانة حب لا بيوتغيب، دنيتنا حلوة وفيها قصائد مليانة حب لا بيوتغيب. قصائد نرسم رسمة اسمع قصة نضحك ضحكة مفيش تنغيص، نرسم رسمة اسمع قصة نضحك ضحكة مفيش تنغيص. دنيتنا حلوة وفيها قصائد مليانة حب لا بيوتغيب، دنيتنا حلوة وفيها قصائد مليانة حب لا بيوتغيب، مليانة حب لا بيوتغيب.